نخش في الاحداث على طول. خليني اقول لكم طب نسمع التشكيل من كريم افضل. كريم احمد المتواجد هناك مع بعثتنا في لبنان. كريم اتفضل يا كيمو. شكرا ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، برحب بيك في البدايه وبرحب بنجومنا في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي. الاهلي على موعد اليوم في مباراه في بطوله العربيه كاس زايد للانديه الابطال، بعد تغيير الاسم من كاس العرب للانديه الابطال الى كاس زايد للانديه الابطال. النادي الاهلي والنجم اللبناني على استاد ملعب المدينه الرياضيه في الساعه 7:30 بتوقيت بيروت، 6:30 بتوقيت القاهره. الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول طبعا كانت اشاده بسفيرنا هنا طبعا نزيه النجاري على كل الامور الخاصه بتوفيرها ليه على النادي الاهلي بالتنسيق مع رئيس البعثه المهندس محمد الجرحي، في تنسيق كبير جدا لكل الامور الخاصه لتذليل العقبات طبعا زي ما عارفين التنقلات، ملعب طبعا اللي بيتدرب عليه النادي الاهلي. الامور دي يمكن الحمد لله كانت ماشيه بشكل مطمئن جدا منذ تواجدنا هنا في بيروت. ينقص ان شاء الله باذن الله فنيا النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. زي ما انت عارف يا كابتن سيد اكيد هيكون في تدوير النهارده، هنشوف بعض اللعيبه بعض الوجوه اللي ما بتشاركش بشكل كبير في المباريات الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه. النهارده هنشوف اكثر من عنصر في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا يمكن دقائق او لحظات بتفصلنا عن المباراه، مباراه الاهلي والنجم اللبناني. يمكن كانت محاضره اخيره هنا في فندق الاقامه بالنسبه لفريق النادي الاهلي مستر باتريس سكرتيرون، كل الامور الاعتياديه الخاصه بها، التشكيل التكتيك، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي. وايضا كمان بنتمنى كل التوفيق للطاقم التحكيم السعودي اللي بيتكون من حكم مساحه تركي محمد الخضير، مساعد اول محمد مكي العبكري، مساعد ثاني فهد العمري، حكم رابع محمد الهويش. يمكن كان لينا لقاء امس مع المهندس محمد الجرحي وايضا كمان السفير نزيه النجاري بحضور رئيس نادي النجم اللبناني، كان حفله عشاء بسيطه جدا كده، يمكن كان تم توجيه الدعوه بروتوكول المعتاد يا كابتن سيد، ويمكن انت عارف حاجات كثيره جدا خاصه بهذا الامر. البروتوكول المعتاد بتبقى فيه دعوه من السفاره بيحضر فيها طبعا البعثه الاعلاميه وايضا كمان رئيس البعثه وتناول الدروع. يمكن كمان كان في حديث بين المهندس محمد الجرحي ورئيس نادي النجم اللبناني، طبعا الحب الكبير بين الشعب اللبناني والشعب المصري. مباراه ان شاء الله تكون مهمه، مباراه ان شاء الله تكون موفقه بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله. النهارده ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون متواجد، تم تخصيص مدرج خاص للجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي. يمكن الاستاد بيسع ل 45,000 مشجع. جمهور النجم اللبناني يمكن كبير جدا هنا في لبنان. النهارده متوقع بعد اسئلتنا يعني نسبه الحضور ممكن تكون قد ايه بالنسبه للملعب او بالنسبه لسعه الملعب، يمكن من 20 ل 25,000 ده اللي احنا سمعناه من المسؤولين هنا في لبنان، لكن بنتوقع ان يبقى في ازدياد عن كده نظرا طبعا للقيمه الكبيره لقيمه النادي الاهلي من خلال ايضا كمان لقاءاتنا. حب كبير جدا، الناس بتقول احنا ما نعرفش في مصر غير ام كلثوم والنادي الاهلي نادي القرن. طبعا يمكن حاجات كلها طبعا مؤثره بالنسبه للنادي الاهلي ومؤثره بالنسبه للجمهور. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وكالعاده كابتن سيد هنكون مستمرين معاكم ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي ومن ملعب الاهلي كل كواليس بعثه النادي الاهلي في مباراه الاهلي والنجم اللبناني. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.